كانوا جيو بصفه اسره الديكور في فرانكفورت كم عام صار؟ فرانكفورت حاسي على اربعه حزامين، اربعه اللي قال بسنت المراهقه تبع شهر تسعه تبع شهرين، والاستاذ في فرانكفورت ونعرف غلط عزيز نستفيد التصنيح وجه السنوات ديجا ترينا في زيارة السنوات ديجا التصنيح وجه نستفيد وشعر الله لكي نستفيد من السنوات شعر الله لا
السلام عليكم. اسمي مغداد العمار، مدرب رياضة تيكواندو دي فرانكفورت. نهار قيد زانوشي يعني شكا المصادفة يعني تفز دواء قيد يعني هذه العطلة ثلاثة من السيمانات، ونهار يعني يجب فرصة الصباح وسغا ومثل الأستاذ عبد الوهاب كأستاذ الرياضة دي تيكواندو عفوا دي سقادي الكاراتي دي إسرائيل إشيكار إقليم الناظور. تقعد نهار جن فرصة يعني استطفى نقضي تديد الشهر يعني ثلاثة الحصات كانت سيج من فرح تبغى يعني غازنا الشباب يعني زي مزيان خارج الشباب يجن يعني يجن موهبة بغات تتعرس يعني دي المجال الرياضة يجن مسيرة موفقة يعني الشعجوي ذي الحرة الطز أمشمة ولا تغيبوا تمسك إذا يعني نهار رياضة وست يعني سنهار يا الفكرة يا يعني شنو غازها مزوى يعني سنين تقوم إذا جد بيا ولكن والعدو شال وقت المناسبة تارس يعني رجل مسيرة رياضية موفقة. أتمنى للشباب إن شاء الله أدمنا عن بصغون نفس الوقت أسجع الأستاذ سوهاب نتمارى يعني تارس المبريد الجزيرة إن شاء الله ونتزيد جيت نغني نشكى طاقم أمنوس يكين غيك السين سوى منوس نشكى لك نيو بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. السلام عليكم. من عيسى حجز الأستاذ عبد الوهاب مؤسس النادي لرياضة الكاراتيه وفي نفس الوقت رئيس جمعية زمال لرياضة الكاراتيه والتنمية والعمل الاجتماعية. تحفظ الإطار المدرب السي بغداد يجمع حفظ القرار يعجبنا بحر الطاس سميت غادي يوسف ينشطنا مشانها وفي نفس الوقت تحفظ السي الموقع أمن والسجن تا ينشطنا مشانها. نتمنى إن شاء الله أن نحرز بزاف ذي الرياضية. نتمنى نعاود زي الاخوان يتجند الميدان يتهتم زي الميدان على الرياضه وخاصه الكاراتيه. هذا غوش نفوس اللي قطز المسرايين غرض الشباب تخصنا ديك الرياضه ومع الاسف يعني تسمى شويه. ونتمنى ان شاء الله هذا نعاون قطز المسرايين ونشكاك اللي هو تبارك الله فيك وهي غير. السلام عليكم. شكاك. اولا السلام عليكم. هذا المهم الشباب يعرفوا انا من حاز من دي دي امو نتشكى الاخوان سي عبد الوهاب اللي رجعنا مشانا مشانا الدويبوضه ولكن النهار الحمد لله ولينا قايم بخير وعلى خير ولينا كنتشجعين نعم اسيدي دازنا ديك نهار الرياضه سني غايجا سني وغايجا. المهم شنو كيعجبنا من حاز الوطاس نتشكى عليك نوطاس وشكرا لك اللهم فيك.